تحزوين. بحيرة بالويدان تعتبر من أهم المواقع السياحية بالمناطق الجبلية لأزيلال. خصوصياتها الجغرافية ووفرة مياهها تشكل نقطة جذب للزوار. ده واحد الموقع السياحي جينا لي غير صدفة. سي واحد المواقع ما كاينش محسن منه في الجمال، كاين الواد، كاين الجبيلات، كاين الناس، وفيها مناظر رائعة. كنشجع الجميع باش يجيو يكتشفوا هاد المناظر، وفعلا فعلا دوزنا وقت رائع ويكاند رائع، وكنتمنى الجميع يجيو يكتشفوا هاد المنطقة. بعض الأطباء اغتنم فرصة وجوده بالموقع للتواصل فيما بينهم. احنا كأطباء قررنا باش نجيو نزوروا هذه المنطقه، اولا داخله في السياحه الداخليه، وثانيا باش نعقدوا المؤتمر ديالنا السنوي. بنيات فندقيه تمت اقامتها بجوار البحيره للاستجابه لحاجيه السياح الوافدين الى المنطقه. أسافر كثيرا إلى المغرب وأتجول عبر العالم لأبحث عن الأماكن الجميلة، لكن هذا الموقع هو الأفضل في نظري. كل الظروف مهيئة هنا للاستمتاع بالسياحة. هناك مناظر طبيعية قل نظيرها تأخذ باهتمام الزائر إلى المغرب. رحلات مائية يقوم من خلالها أصحاب المراكب بنقل الزوار إلى عدد من الأماكن التاريخية والسياحية بجوار البحيرة، والاستمتاع في نفس الوقت بمياه الموقع وتفرد طبيعته.